اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا، استر عيوبنا، آمن روعاتنا، زكِّ نفوسنا، طهِّر قلوبنا، اجبر كسرنا، ارحم ضعفنا، اشف مرضانا. يا رب اشف كل مريض، عافي كل مبتلى، نفس هم كل مهموم، فرج كرب كل مكروب، اكشف غم كل مغموم، سد الدين كل مدين، اقض حاجة كل محتاج. يا رب اعطي كل محروم، يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب انس وحشتهم، ارحم غربتهم، لقنهم حجتهم، نور قبورهم، يمن كتابهم، يسر حسابهم، ثقل بالحسنات ميزانهم. اللهم اجعل مأواهم الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب بارك في أولادنا، بارك في شبابنا، بارك في بناتنا، بارك في أزواجنا، بارك في بلادنا، ومع كل بركة بركتين. ارزقنا وارزق أولادنا عزا ليس بعده ذل، سعادة ليس بعدها شقاء، غنى ليس بعده فقر، صحة ليس بعدها مرض، صحة ليس بعدها مرض، علما ليس بعده جهل. اللهم يا رب الفلق، افتح لنا من غلق، اللهم افتح لنا ما أغلقته ذنوبنا ومعاصينا من أبواب رزقك. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه اليوم، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وضر تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم ارزقنا وارزق أولادنا راحة البال، وصلاح الحال، وقبول الأعمال، وحسن المآل. لا تخيب لنا رجاء، لا ترد لنا دعاء، لا تشمت بنا الأعداء، اشفنا ربنا من كل داء. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين، إليك منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة نفوسنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم صل على سيدنا رسول الله في الأولين، وصل على سيدنا رسول الله في الآخرين، وصل على سيدنا رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين.